بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يا ربنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين، اللهم آمين. حياكم الله أحبابنا الكرام طلاب الصف السادس من مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ونتابع وإياكم الدروس المصورة بالإضافة إلى الدروس التي أخذناها في المدرسة، وبالإضافة إلى الدروس التي سنأخذها معكم في البث المباشر المسائي. درسنا اليوم يتحدث عن الأمر بالقوة وترك العجز، الأمر بالقوة وترك العجز، كيف للإنسان أن يكون قويا وأن يترك الكسل، وهذا أمر نريده جميعا ويطلبه كل إنسان مجتهد ونشيط غير كسول وغير خمول. هذا الأمر الذي يجب عليه الإنسان أن يتحلى به، القوة، النشاط، الحيوية. وكيف يكمن مكامن هذه القوة سنتعرف وإياكم إلى الحديث الشريف إن شاء الله تعالى. بداية انظروا إلى هذه الصور الموضوعة، إلى ماذا توحي هذه الصور؟ شخص يعطي نقودا، شخص يدرس، شخص مجتهد، أولاد يبتسمون مع آبائهم، شاب طيب يقبل يد والدته أو جدته، رجل يصلي، رجل يتصدق، رجل يركض ويتمرن. إلى ماذا توحي إليكم هذه الصور؟ دعونا نجيب عن هذه الصور لكن بعد قراءتنا للحديث الشريف. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه يا أحباب، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه الإمام مسلم. سيستفسر الكثير منكم عن هذا الحديث، هناك بعض المعاني والمفردات لم نفهمها، هناك بعض المصطلحات غريبة علينا. ما المقصود بالمؤمن القوي؟ هل هو الإنسان المعض الذي لديه عضلات وكذا، ولا هو إنسان آخر؟ ما المقصود بالمؤمن الضعيف؟ ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان؟ سنتعلم ونتعرف وإياكم إلى معاني هذه الحديث. المؤمن القوي بها أصناف عدة في البدن، صحيح البدن، لا يأكل حتى التخمة، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، فهناك ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، وهو يتمرن ويركض ويعطي جسمه الصحة والعافية، لأن الله تعالى قد ائتمن عليه هذا الجسم. المؤمن القوي هو المؤمن في الدين، هو يصلي، يصوم، يطيع الله تعالى ويطيع والديه، ويتصدق على الفقراء والمساكين، ويؤدي حق الله تعالى. المؤمن القوي هو المؤمن في السلوك، المؤمن في المعاملة، المؤمن في الحديث الطيب مع الناس، لا يؤذي، لا يشتم، لا يسب، لا ينظر نظرة اشمئزاز أو استهزاء، لا يتكلم كلاما فاحش، هذا هو المؤمن القوي. المؤمن القوي في علمه، يتعلم مثلكم يا أحباب، يتعلم في مدرسة فيها علماء أكفاء ومدرسين أقوياء. المؤمن القوي في عمله، لا يترك عمله ناقصا أبدا، يتقن عمله. إن الله يحب إذا عمل عمل أحدكم عملا أن يتقنه، الإتقان في العمل، لا يكتب نصف الواجب ويترك نصفه الباقي، لا يفعل شيئا طلبته منه والدته ويترك الباقي ولا يتقنه. المؤمن القوي هو المؤمن المتقن، وهو خيرا وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لا يكمل واجباته، لا يصلي السنن، يترك الوتر بعد صلاة العشاء، لا يطيع والديه والعياذ بالله، لا يسمع كلام معلمه إلى غير ذلك، أحيانا تجد منه كلاما سيئا، هذا هو المؤمن الضعيف. إذن يا أحباب كونوا أقوياء،
وكونوا من أهل الإيمان الذين يفتخر بهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما يراهم يوم القيامة ويقول هؤلاء هم أمتي، هؤلاء هم شباب الإسلام، هؤلاء هم شباب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اقتدوا بهديه وبسنته وسيرته. والنبي صلى الله عليه وسلم بعدها قال وفي كل خير، يعني المؤمن القوي خير والمؤمن الضعيف أيضا فيه خير. أين الخير في المؤمن الضعيف؟ نعم أحسنتم، في إيمانه، أليس هو مؤمن؟ بلى، إذن هو فيه خير. احرص على ما ينفعك، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أي بالغ في الاجتهاد واجتهد في تحصيل ما يفيد، وكن ذا عزم ولا تبحث يا أخي الحبيب عن أشياء تضرك، تجلس في الساعات على الفورتنايت وغيرها من الألعاب، وقد يكون هناك مضيعة كثيرة للوقت، ولا أقول قد يكون هناك تأخير عن الصلوات أو ذهاب للصلوات بسبب هذه الألعاب، هذه قضية كبرى، أو يكون هناك عدم سماع لكلمة الوالد أو الوالدة بسبب هذه الألعاب، هذه مصيبة، مصيبة يا أحباب، أن تكون هذه الألعاب التي لا يوجد فيها أدنى فائدة وفيها شيء من التسلية بسيط، أن تكون هي مضيعة للأوقات، مضيعة للصلوات، مضيعة لطاعة الله تعالى وطاعة الوالدين. احرصوا، اسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. لا بأس بالإنسان أن يلعب قليلا، ولكن لا يجعل وقته كله لعب. لا، يجب أن يحدد، أنا سألعب الآن نصف ساعة، بعد نصف ساعة مهما كان الجيم خلص، خلص ولا ما خلص، خلص رح سكر. عندي وقت يجب أن أنتهي به، عندي واجبات، عندي رؤية الوالد والوالدة، الجد والجدة، تقبيل أيديهم، الجلوس معهم، الاستفادة من خبرتهم في الحياة، مساعدة إخواني وأخواتي، التكلم مع زملائي، الذهاب إلى المسجد، الذهاب إلى حديقة، إلى أن أسير، أن أتفسح، أن أتعلم، أن يكون لحياتي معنى وليس فقط ساعات على الشاشات. فاحرصوا على ما ينفعكم، واستعن بالله ولا تعجز، توكل على الله في تصرفك. دخلت في تجارة، إن شاء الله كلكم تصيروا من التجار الأمناء الصديقين الذين مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم. دخلت في دراسة، استعن بالله ولا تعجز. الآن إذا أصابك شيء، مصيبة، شيء، خبر سيء، خبر محزن لم تكن تتوقعه، رسبت وقد درست في هذه المادة، فإن أصابك شيء فقل، إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ما تقول لو سويت كذا كنت درست، لو لفيت يمين ما كان دخلت بالحادث ولا كذا، لا 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 تقول لو. الإنسان يحزن لكن لا تعترض على قضاء الله تعالى، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أي أن الله سبحانه وتعالى قد قضى وأمر وحكم بهذا الأمر الذي سيحدث، فإني يا رب قد رضيت بما ارتضيته لي، قد رضيت بما ارتضيته لي من خير أو شر. وهذا الرضا يا أحباب يورث العبد جنانا، ويورث العبد جزاء كبيرا ودرجات عالية إن شاء الله تعالى، لأن الله تعالى قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم اجعلنا وإياكم من هؤلاء الذين عليهم صلوات من ربهم ورحمة. إذن الصبر مفتاح الفرج، ولا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان وتجعل للشيطان بابا للاعتراض على قدر الله تعالى وعلى ما قضاه وحكم. راوي الحديث سيدنا أبو هريرة، هذا الإنسان، هذا الصحابي العجيب الذي كان يجلس ويستمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من أكثر الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أهل الصفة الذين كانوا يجلسون في المسجد النبوي، والذين كان ليس لديهم منزل يسكنون فيه فيأكلون في المسجد ويتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت رواتهم من أهل الصفة، أكثر من ثلث الأحاديث. اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، يكنى بأبي هريرة، وكلهم تعلمون السبب. أسلم في اليمن وهاجر في السنة السابعة للهجرة، وبقي ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم وتعلم منه العلم الكثير. هذه هي المعاني، المفردات التي تكلمنا عنها. ومن الأسباب يا أحباب كما أخبرتكم التي تقوي المؤمن في الدين، في البدن،
في السلوك، في العلم وفي العمل، وكل واحدة لها تفصيل يرجى أن تطلعوا عليها في كتابكم. ومن الدروس المستفادة في هذا الحديث أن الخير موجود في المؤمن ما دام الإيمان موجودا فيه، ودلالة ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: وفي كل خير. وضرورة أن يكون المؤمن قويا في جميع المجالات بما ينفعه في دينه ودنياه، ويجب على المؤمن بذل الجهد في الخير وتجنب الكسل والضعف، وأن يكون المؤمن راضيا بقضاء الله تعالى وقدره حتى لو كانت النتائج مخالفة لرغباته. والمؤمن القوي لا يسمح لوساوس الشيطان أن تضعف إيمانه وهمته وعزيمته. نذهب وإياكم إلى صفحة 43 سريعا يا شباب، وأترككم لماذا كان سيدنا أبو هريرة أكثر رواية للحديث الشريف؟ لكثرة ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم. أوقفوا الشاشة وقوموا بالحل. أكتب معاني المفردات الآتية: احرص على ما ينفعك، اجتهد في تحصيل ما يفيد، ولا تعجز ولا تكسل ولا تضعف، عمل الشيطان، وساوس الشيطان وأوهامه. اختر الإجابة الصحيحة. المقصود بيحرص على ما ينفعك الدراسة والتفوق طبعا. المؤمن القوي مقصود وفي كل خير موجود في القوي والضعيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وهذه هي أصناف القوة المطلوبة في الحديث: في الدين والبدن والسلوك والعلم والعمل. أوقف الشاشة واكتبوا الحل. ما تأثير لو على نفس الإنسان؟ لو تزرع في نفس المؤمن الاعتراض على قضاء الله تعالى وقدره، لذلك لا نقلها في حياتنا. واكتبوا الفوائد الثلاثة من الحديث الشريف. أحبائنا الكرام، أذكركم بأنكم يجب أن تحفظوا الحديث الشريف غيبا، وتحفظوا معلومات أيضا عن الراوي. وهذا السؤال السابع، اكتبوا أيضا الحديث كتابة في الكتاب. السؤال السابع كتابة. وهذا التقويم الذاتي تقومون بحله إن شاء الله تعالى. فهل أنت تجتهد في دراستك؟ وهل أنت تسأل الله العون في الأمور كلها؟ هل تكثر الندم على ما فات؟ إذا أصابك مكروه هل تقول قدر الله ما شاء فعل؟ دائما أو أحيانا أو نادرا، إن شاء الله كلهم دائما. وختام هذا الدرس على عجالة كان بإذن الله تعالى، نتابع وإياكم الدروس في البث المباشر وفي الدروس الموجودة في المدرسة. ولا تنسوا متابعة قناة مدرسة الأندلس على اليوتيوب وقناتي على اليوتيوب أيضا. نلقاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابنا الكرام، وفي أمان الله.